طلب اتحاد الكرة الجماهير المصرية بالتصويت على الشعار الجديد الذي ينوي رفعه على مقره وقميص وحافلات المنتخبات الوطنية. ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نموذجين للشعار الجديد مانحا للجماهير فرصة الاختيار. ويعتمد الشعاران على علم مصر بالإضافة لسبع نجوم ذهبية في دلالة على عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية، بينما حمل شعار منهم نسرا ذهبيا نسبة لعلم البلاد، واكتفى الثاني بوضع كرة ذهبية للتدليل على أنه شعار رياضي.